Mrs. Kristin Jamal from Belgium, Mrs. Arina Stigler from Russia, Mr. Jassim Al-Musbah from Kuwait, Mr. Khalil Al-Mukhtar from Bahrain, Mr. Muhammad Zaghloul from Egypt, Mr. Sami Saad from the Kingdom of Saudi Arabia. Sorry, Mr. Khalil Al-Mukhtar, he's not judging this class. إذن نرحب بالسادة الحكام and our ringmaster, Mr. Waleed Al-Haddadi from the Kingdom of Saudi Arabia. وينطلق الآن العرض الجماعي لفئة المهرات بعمر السنة القسم جيم. كل التوفيق للمتنافسين في هذه الفئة. So good luck for all the competitors. إذن نشاهد رأيكم الآن السادة الحضور الكريم وأيضا المتابعين عبر القنوات الناقلة. تبدأ المهرات بالوقوف أيضا أمام لجنة التحكيم بشكل جماعي. هذه المهرات ذات عمر السنة، هذا العمر الذي يجعل كل مالك ومربي يرى مفاتن جواده منذ الصغر ويطمح في تطوير أيضا أداء الجواد من خلال مشاركته أيضا في مثل هذه البطولات، وخصيصا اليوم هذا الكأس الذي أتى باسم المربي والمالك السعودي. إذن من هذه المهرات سوف تكون متوجة بالخمس مراكز الأولى في فئاتها، ومن ثم من ستكون مقلبة بالذهب والفضة والبرونز في المنافسة النهائية يوم غد. إذن من أرض الجمال والأصالة والعراقة، أرض نجد العذية، هنا المهرات تقف وتتباهى بجمالها أمام لجنة التحكيم، والدور يتبقى على العراض بلا شك لإبراز مفاتن جواده التي يعلمها تماما ويريد بها إبهار أعضاء لجنة التحكيم. إذن كل التوفيق لجميع المتنافسات في هذه الفئة.
ونرحب مجددا بجميع الحضور ومحبين الجواد العربي الأصيل، غابة الشمس وزان الجو. في هذه اللحظة نتأمل جمال الجواد العربي الأصيل وروعة وبهاء الجواد العربي الأصيل، ونهلي ونرحب بالحضور جميع ونقول هلا مرحبا، هلا مرحبا، ترحيبة وافية بالكيل، هلا مرحبا، ترحيبة وافية بالكيل، هلا والكرم والضيف حيال عزيبة، هلا وثني الترحيب في حلة التكميل، هلا مرحبا وهلين مليون ترحيبة لي حامي عادل صايل ودبك الخيل، وكل يسجل في الدفاتر مكاتبة. هذول لجنة التحكيم أنا وفرايد لين بين حط وشيل وشي ما هو بجمال الشعر ما جيبه. حياكم الله جميعا. إذن الخطوات الأخيرة عقب انتهاء العرض الجماعي لفئة المهرات بعمر السنة القسم جيم، يليه العرض الفردي لكل مهرة على حدة. So after a group presentation, we're starting now an individual presentation for this one-year-old section C.
Thank you, handler. Next, please. إذن بانتظار دخول المهرة التالية أرض الميدان للبدء بالعرض الفردي أمام لجنة التحكيم. Okay, filly number 33 in the arena. Good luck. Yeah.
إذن نتيجة المهرة رقم 31 الجوهرة إس آر للأب وادي الشقب والأم ريفال الشقب المالك أستاذ سليمان بن صفيان مربط صفيان. الهوية العربية 19 4 مرات 18 ونصف الرأس والعنق 18 75 19 18 75 19 18 ونصف الجسم 18 من جميع الحكام. القوائم 15 25 3 مرات 14 75 14 ونصف الحركة 18 ونصف 19 3 مرات 18 ونصف مجموع النقاط للجوهرة اس ار 89.5 توتال سكور فور الجوهرة اس ار 89.5. Thank you, handler. And next, please. Okay. Next, Billy, 36. Good luck. نتيجة المهرة التالية رقم 32 دانا الزايد للأب سنتون كي اي والأم روما الخماسين المالك أستاذ فهد العايض مربط الزايد. الهوية العربية 19 18 ونصف 19 ونصف 19 مرتين الرأس والعنق 19 18 75 19 ونصف 19 25 مرتين الجسم 18 17 ونصف 18 ثلاث مرات. القوائم 15 75 15 25 15 15 ونصف 15 الحركة 18 4 مرات 18 ونصف مجموع النقاط لدانا الزايد 89.45 توتال سكور فور دانا الزايد 89.45. Thank you, handler. Next filly in. Good luck for filly number 34.
نتيجة المهرة رقم 33 كهرمانة العويضة للأب فواز العويضة والأم جميلة الدرع الأصيل للمالك استاذ نايف العويضة مربط العويضة للخيل العربية. الهوية العربية 18.5-19 18.5 ثلاث مرات، الرأس والعنق 18.5-20 19 18 25 18.5 مرتين، الجسم 17.5 من جميع الحكام، القوائم 15.5 16 15 25 15 14.75، الحركة 19 19.5 مرتين 19 مرتين، مجموع النقاط لكهرمانة العويضة 89.1 توتال سكور فور كهرمانة العويضة 89.1. Thank you, handler. Next, Philip, please. إذا بانتظار دخول المهرة التالية أرض الميدان، كل التوفيق، الرقم 37. إذن نتيجة المهرة رقم 36 نجدية العامرية للأب غيث الزبير والأم أي جي تسمينة للمالك استاذ عبد الله العامري مربط العامرية للخيل العربية الأصيلة. الهوية العربية 19 19.5 19 19.5 مرتين، الرأس والعنق 19 25 ثلاث مرات، 19.5 19 25، الجسم 18 من جميع الحكام، القوائم 15.5 25 مرتين، 15.5 15، الحركة 19 من جميع الحكام، مجموع النقاط لنجدية العامرية والصدارة حتى الآن 90.90. great total score for نجدية العامرية 90.9. Thank you, handler. Next, Philly, please. Okay. Next, Philly, in number 38. Good luck. Thank you.
إذن نتيجة المهرة رقم 34 SF عذبة للأب غيث الزبير، الأم مجيدة الجوزاء، المالك أستاذ عبد الله العتيبي، الهوية العربية 18.5 مرتين 19 18.5 19، الرأس والعنق 18.5 مرتين 18.75 18.5 و20 18.75، الجسم 18 17.5 18 3 مرات، القوائم 15 15 25 مرتين 14. ونصف 18 ونصف 18 88.9. Thank you handler. Next please. 1 2 3. Here we go. Good luck for 39. المهنة للأب هلال الخالدية والأم إمبيرلادا، للمالك أستاذ محمد المهنة مربط المهنة، ونسمع الهوية العربية 19 19 ونص مرتين 19 19 ونصف، الرأس والعنق 19 19 ونص 19 25 18 75 19 ونصف، الجسم 18 من جميع الحكام، القوائم 15 ونص 15 15 25 15 ونصف مرتين، الحركة 19 19 ونصف 4 مرات، مجموعة النقاط لأشواق المهنة والصدارة حتى الآن برافا 91.25. well done. total score for أشواق المهنة 91.25. and of course she takes the lead for this class with the score of 91.25 so far. Thank you handler. Next please. بانتظار دخول المهرة التالية أرض. الميدان. الآن.
Thank you, handler. Next, please. إذن المهرة التالية أرض الميدان رقم 40. Thank you, handler. Next, please. بانتظار دخول المهرة التالية أرض الميدان للبدء بالعرض الفردي أمام لجنة التحكيم. هاندلر. أوكي. نمبر 42. Good luck. Unfortunately, elimination for filly number 40 because of the limb. للأسف تم استبعاد المهرة رقم 40 وذلك للعرج. إذن نتيجة المهرة رقم 39 مناير المعود للأب غيث الزبير والأم ميدل إيست للمالك شركة أصالة نجد للخيل العربية الأصيلة مربط المعود. نسمع الهوية العربية 19.5 في الرأس والعنق 19.5 مرتين 19.75 مرتين الجسم 18 أربع مرات 17.5 القوائم 15.5 15.75 15.5 14.75 15.5 الحركة 19 مرتين 18.5 19 مرتين مجموع النقاط لمناير المعود. المركز الثاني المؤقت جميل 91 Total score for مناير المعود 91 second so far. Thank you, handler. Next filly in number 44. Good luck. إذا المهرة التالية في أرض الميدان رقم 44 كل التوفيق.
المعود المالك استاذ علي البقومي مربط دجنة. الهوية العربية 18.5 19 18.5 ثلاث مرات الرأس والعنق 18 75 18 25 18 25 18 25 للجسم 17.5 من جميع الحكام القوائم 15 25 14 75 15 14.5 15 الحركة 18.5 19 18.5 ثلاث مرات مجموعة النقاط لملاذ دجنة 88 توتال سكور فور ملاذ دجنة 88. إذن متبقي أربع نتائج، وحتى الآن في الصدارة بنتيجة 91.25 أشواق المهنة. Thank you, handler. Next, Philip, please. إذا المهرة التالية في أرض الميدان رقم 43. كل التوفيق. Thank you, handler. Next, Philip, please. Okay, Philly number 45. Good luck.
إذن نتيجة المهرة رقم 2 العربية 19 مرتين 19 ونصف 3 مرات الرأس والعنق 19 25 19 75 19 ونصف 19 75 مرتين الجسم 18 مرتين 17 ونصف 18 مرتين القوائم 15 25 3 مرات 15 مرتين الحركة 18 ونصف 19 4 مرات مجموعة النقاط لآر جي الدرعية 90.85 Good total score for آر جي الدرعية 90.85 Thank you Handler Thank you Ikaho Judges Thank you Ringmaster This program is offered by نتيجة المهرة رقم 44 هامة ندرة للأب رعود البداير الأم أي جي حلوة المالك أستاذ عمر الجاسر مربط ندرة الهوية العربية 19 3 مرات 18 ونصف 19 الرأس والعنق 18 75 18 ونصف 18 75 18 25 18 75 الجسم 18 17 17 ونصف 3 مرات القوائم 15 ونصف 15 15 25 14 ونصف 15 الحركة 18 ونصف 19 18 ونصف 3 مرات مجموعة النقاط لهامة ندرة 88.65 total score for هامة ندرة 88.65 The sea is a rich and mysterious world that holds the treasures of our past and the mystical vision of what the future holds. The land is a secure home where our ancestors have brought traditions alive and nurtured culture. From the sea and the land, Alcor Star, reflecting culture and heritage. إذن نتيجة المهرة رقم 43 تزداد للأب ألكسندر والأم سترينا الحميدية المالك أستاذ عبد الله بن محمود الهوية العربية 19 من جميع الحكام الرأس والعنق 19 مرتين 18 75 18 ونصف 19 الجسم 18 17 ونصف 18 3 مرات القوائم 15 15 25 مرتين 14 25 15 الحركة 19 4 مرات 18 ونصف مجموعة النقاط للمهرة رقم 43 تزداد 89.6 Total score for Tazdad 89.6 متبقي نتيجة أخيرة في هذه الفئة المهرة رقم 45 وحتى الآن في الصدارة بنتيجة 91.25 أشواق المهنة إذن نتيجة آخر المهرات في هذه الفئة رقم 45 FD جوليانا للأب AKS فراج والأم جوليانا الصقر المالك أستاذ إبراهيم الفدة مربط الفدة للخيل العربية الأصيلة الهوية العربية 19 18 ونصف 3 مرات 19 الرأس والعنق 18 75 18 ونصف 3 مرات 18 75 الجسم 18 4 مرات 18 ونصف القوائم 15 ونصف من جميع الحكام الحركة 19 مرتين 18 ونصف 3 مرات مجموع النقاط لـ FD جوليانا 89.6 Total score for FD جوليانا 89.6 إذن ألف مبروك صدارة هذه الفئة
للمهرة رقم 37 أشواق المهنة بنتيجة 91.25. إذن النتائج أتت كالتالي: بطلة هذه الفئة في فئة المهرات بعمر السنة القسم جيم بنتيجة 91.25 أشواق المهنة، ألف مبروك. المركز الثاني للمهرة رقم 39 بنتيجة 91 مناير المعود، ألف مبروك. المركز الثالث يذهب إلى المهرة رقم 36 نجدية العامرية بنتيجة 90.9، ألف مبروك. ألف مبروك. المركز الرابع يذهب إلى المهرة رقم 42 أر جي الدرعية بنتيجة 90.85، ألف مبروك. المركز الخامس يذهب إلى المهرة رقم 43 بنتيجة 89.6، تزداد، ألف مبروك. إذن الجميلات المتوجات بالخمس مراكز الأولى على أرض الميدان للتتويج، ألف مبروك. يتفضل سعادة الأستاذ خالد السيد مالك مربط السيد مشكورا لتتويج بطلات هذه الفئة المهرات بعمر السنة القسم جيم. برايس جيفينج باي مستر خالد السيد ذا اونر اوف السيد ستاد. ألف مبروك بطلة هذه الفئة بنتيجة 91.25 المهرة رقم 37 أشواق المهنة، ألف مبروك أستاذ محمد المهنة مربط المهنة. Congratulations first place أشواق المهنة with the score of 91.25. ألف مبروك. المركز الثاني المهرة رقم 39 مناير المعود بنتيجة 91، ألف مبروك. شركة أصالة نجد الخيل العربية الأصيلة مربط المعود. Congratulations second place with a score of 91 مناير المعود. ألف مبروك. المركز الثالث المهرة رقم 36 نجدية العامرية بنتيجة 90.9، ألف مبروك. أستاذ عبد الله العامري مربط العامرية للخيل العربية الأصيلة. Congratulations with a score of 90.9 third place نجدية العامرية. ألف مبروك. المركز الرابع يذهب إلى المهرة رقم 42 أر جي الدرعية بنتيجة 90.85، ألف مبروك. أستاذ عبد العزيز الراجحي مربط الراجحيات. Congratulations fourth place goes for أر جي الدرعية with a score of 90.85. ألف مبروك. المركز الخامس يذهب إلى تزدد بنتيجة 89.6، ألف مبروك أستاذ عبد الله بن محمود.
Congratulations, fifth place goes for Tazdad with a score of 89.6. إذن ألف مبروك لمن توجوا بالخمس مراكز الأولى في فئة المهرات بعمر السنة القسم جيم. هذه هي اللحظات التي ينتظرها كل مالك ومربي وعارض. والتجهيز لهذه الجياد والهدف هو المراكز ألف مبروك. كل الشكر أستاذ خالد السيد مالك مربط السيد لتتويجه بطلات هذه الفئة.